هلا اخر مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا البلوغ الثالث من البلوغات ديال الصيف. دونك بقاو تفرجوا من الاول حتى التالي. كندير تقريبا سلسله كنصور كل نهار كل نهار كل نهار هاد البلوغ الصيف كامل ان شاء الله يعجبوكم. ودابا يلا نبدا. هيلو المهم انا دابا بس كنوجد راسي حيت غادي نصور واحد الكيت ريدي ويدي ديال الحوايج في انستغرام و تيك توك. انستغرام و تيك توك دونك تفرع عندي ما بقاش نقول لكم كل مره دخلوا معليش. بغيت ندير المكياج نقدر نخرج دابا مور ما صور كيت ريدي ويدي نقدر ولا نشوفو. غندير ليكويد بلاش وعاد ندير باودر بلاش. تريد ويز مي ديال البحر فهمتو زعما قلت تريد ويز مي بلي انا مشا توجدو معايا باش نمشي للبحر فهمتو. انا دابا ما ماشيش للبحر ولكن فيديو حيت داخل الصيف. غادي ندير هاد ديال ماكس هذا باش كيعجبني. شوف هذا باش كيعجبني في الهايلايت اي بان تو ماتش ولكن في الكاميرا ما كيبانش مزيان. دونك اما فاش غادي نكون غنخرج غادي نوقف حيت في الحقيقه دابا عرفتو في الحقيقه راه كيبان اكثر من الكاميرا اللي كتشوفوني دابا. غندير شويه ديال الهايلايت زعما راه كيما قلت لكم في المره اللي فاتت كان اللون كان هنا والله زعما ماشي بالهضره بحال هكا في الشمس يو نو. الليب جلوس غادي ندير هذا ديال ميبلين ونركزو بالتركيز. شفت الفرق وصافي جي نوريكم مكياج شويه في الضو. ها انا هكا داكشي بينك 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 ومحتاجين اكتيفيتي. هادو من اوتفيت فاس ساكران ديجا بارطاجيت معكم في الفلوغ. المهم دخلوا باش تشوفوا الفيديو كيفاش جاي حتى نبين شحال من حاجه واحده اخرى. يجي كيوت يجي كيوت. هادي معرفتش واش تفرجت في واحد الفلوغ كنت جيت لمارسيل في الشتا. هادي انا اللي رسمتها كنقرا في الباك فاش شديت الباك كنت دفعت لا بوزار ديال تيتوان وما تخلوش شو مشكل. هيا سوبر كيوت. هذا ونظاظر هما اخر حاجه بقاو لي من داك الفيديو ديال كيت ريدي ويدمي. نخليكم فاينل لوك هنا شتو دونك نسيت ما صورت لكم في فيديو كاين ابار سا صراحه صراحة اي لوك غورجيس. شنقز دابا ندير المونتاج الفيديو باش نحطو ان ماي انستغرام و تيك توك. غادي نمشي نتسخر نمشي بالبيجامة ولكن متألقة بهاد الكوني زعما متضحكوش معايا خاصة هاد البيجامة انا كنكون كلاس. فاش كنبغي نتسخر ديما كنقول الهيبة تهبط معايا حيت كنخاف من القطوط الله يمشيو يتقلبو ليا. البارح كنت خارجة وكاينة هنايا في العمارة واحد الدار عندهم واحد القطة إوا صافي هي دابا خايفة منو أنا خايفة منو كان بلوكي كيجيو في بعضياتنا وطلعت في الدار وعيط ليه بابا تهبط معايا عارف زعما شنو هو السبب علاش كيخليني نخاف من القطوط. أي معرفتش مع العلم أنا كبرت في دار فيها عامر القطوط في الجردة ديما كانو عندنا القطوط كون ما عمر قدرت نلقيتهم. عندكم شي حل؟ صح الكل ولكن انا كنخاف تصدق الحل ما قدرتش انني نديرو.
ندير شوفان. شوفوا غادي نوريكم سلطه كتجي زوينه. المهم ماشي شي حاجه, المهم نوريها لكم كتجي زوينه وخفيفه وبنينه, ولكن الناس كيعجبهم الطونو فرماج. نوريكم. المهم قطعت الفلفله مربعات صغيره, نقطع حتى مطيشه صغيره بزاف, نقطع الخيار, كنزيد معها حتى لافوكا, ولكن لافوكا ما بقاتليش, نزيد عليها الطون وفرماج ونخلط داكشي كامل هكا, نجمعو هادو بجوج بحال شي صوص, نزيد عليها كاشر صغير, ممكن تزيدو معها حتى دان فيلي, ممكن تزيدو معها سميتو خيار محكوك هكا, وين ماشي محكوك هكا عرفتو, كتشد الخيارة كدير المهم انا صوبها كتجي فريمون فنة, ممكن في التالي تسلقو معاها البيض, ولكن انا مغاديش ندير البيض. هانتوما درت فيها فرماج طون طوماط سوغيز كاشير والخيار, غادي نخلطهم مزيان مزيان, وفريمون كيجي زوينه مع الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الحامض. ديغوستاسيون فيليير فريمون كيجي زوينه. Vamos ver, vamos ver. Vou fazer blá, letrão. Arthur, Arjo, você está me esbelhando? Vou entrar aqui, vai de bem. Vocês já nos conhecem no TikTok, né, Richa? زاف زاف عرفت غير ممكن نتلاقى مع البنات وكيوقفوني كتجيني غريب وكيقولو كتعرفوني ولكن فرحان. أكبر غلطة في حياتي حاجة بلا ليكخو, أنا كنشرب الدواء ديال العقلي غير راه ميمكنش, عرفتي كنحس براسي كنتحرق متحبيش نجري لا شوفة الدراجة نسيت أصلا. شوف القطة مسكينة ناعسة, عرفت راه صغيرة هي كتبان كبيرة. وفي تايلي انا كنت في هذا هادو كيكونوا ناقصين فيهم السكر, ماشي ما فيهمش السكر غير ناقصين. The next day. Hello, good morning. Mon chien a déjà joué. C'est tard donc. Un de mes crocs. On est fouché. صار مشاكك شوية. عطيني نجي تمارتي ما شادت شي فورم مع الرطوبة ناري جاي ما هبت ما ويري وما بقري ما يسحبش. هذا ما بارطاجيتوش في يوتيوب, هنا كنحط السكر, هنا حطيت الستوديات ديالي, وهنا كنحط الليبان. شوفوا حنا الناس اللي فينا السكر ما يمكنش مستحيل نخرجوا بلا ما نخرج معنا السكر, دونك انا ديما كنخرج معايا السكر بحال مره كنسى كنحاول راني ما فيها حتى شي حاجه, دونك علاش كنخرجوا معنا السكر. الناس اللي ما فيهمش السكر هما عارفينش هاد لافورماسيون, حتى انا ما كنتش عارفه قبل ما يجيني السكر. المهم الناس اللي فيهم السكر فاش كنفطروا عادي وكنديروا الانسولين مثلا تحركنا بزاف, ولا الا كثرنا من لادوز ديال الانسولين كيهبط لنا السكر, دونك كيخصنا السكر باش نطلع لنا السكر. ما عمرك تلاقى مع شي واحد فيه السكر خارج بالسكر,
المهم هادشي اللي كاين يقدر يخرج ولكن يشرب الزنقه فهمينش. انتما شوفوا كنحط هنا هنا السكر. هنا جينا واحد فارماسي هادشي فوت فيتامين كا خاولة ماشي مشكلة انا لا ما سمعتش بيم أجل عرفت رجعت للدار ما قدرتش كنصرف بزاف حتى ما جمعتش كان في ديك الشجره هذيك الشمس ما وقفتش نمشي بوحدهم انا خرجت تبغي ما قدرتش كنحس باسكي دارني بزاف روس صغيرة عليك انا كنت هذا باش نشوف فيه ما هادي شو كله صفت هم شوفوا كيفاش زيت كنبان في شكل حجم مشاري درت جل هنا مازال ما نشوفش لبست كسيوة في الكحل من عند اوتفيت فاس راه كاين في فاس كاين في حدا مغبية بالاس اول مرة نجمع شعري بحال هكا في يوتيوب تقسمها لبست فنجان حيت بغيت نتصور عقدت عليها مازال تعطلق هذا الفيديو ماشي اليوم غادي ناكل لي كوف شوفوا يقدروا بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا فيا اللي جابتي ما ضد هذه الفكره ولكن انا ماشي ضد هاد الفكره علاش كنقول انا ماشي مشكل مره لوحدي ياكل داكشي اللي بغا المهم لقيتوني دابا غادي ندخل ندوش حنا دخلنا للدار حتى لهنا كيكون سالي الفيديو شكرا بزاف 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 حيت بقيتو كتفرجو فيا حتى لدابا بزاف على لي كومونتير اللي كتخليهم ليا وعلى الناس اللي كتخليهم عندي الانستغرام وتيك توك بغيت نقول لكم بلي هاد الصيف كنصور كل نهار كنحاول نطلع على شي يوتيوب ديالي دونك تسناو راه داير لكم بحال شي صغير كل نهار كنفيق الصباح كنصور داكشي اللي كندير في نهاري و تاهنا كيكون سالا البلوغ شكرا بزاف حيت بقيتو كتفرجو فيا حتى دابا نشوفكم فيديو واحد اخر باي باي.